معي حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة ساعة بتخافي مرة بتفهمي هذي جمعي في طبيعي هاي أخدم من تم القوم تعبك وش بك الجمعي وش سرى غير خير وش بابا أربوك بدرهم تينك يرحم بابك مريم ما تسيدي ليش أشكو راهي غيظتني عمري فوالا بابا يقدرت الأنسولين كو غير جات في الأنسولين يا سارة بنتي وش سرى ما هاد العباد هذو الأنسولين قام ما تفيش باسكو السكري واللي غير طالع حابط طالع حابط شي الأنسولين تخصني يا بنتي تخصني لا نيكوتين بابا وش حضرنا الدخان سارة يرحم بابك ما كفاش المشتارية اللي كسروا لي راسي ما تزيدي ليش دي فوالا راني في داري هنا شوفي بالكم يا محمد سيدي ما قدرتش ميم با ندير كارو في الطاكسي تاعي وشكون هذا اللي قالك ما تكيفش في الطاكسي كاع اللي يركب يهضر كاع الغاشي ركبوا معايا اربعه واحد ما نتقش كانت راكبه مرا نتقد زعما هي خبطت لي هكذا في كتفي يا سيدي وقالت لي سيل تو بلي سيل تو بلي با سيجاريت كما جاش اون سنتر يا محمد سيدي واش راح يصرا كان ما جاش اون سنتر اون سنت بابا اون سنت فعل في بيت حاسه نورمال تما مام لي بيبي كونتر علي انا ها تما قال اما كونتر علي انا ربي خير هاي البريكي ثاني ولد ياك شافتني كنت نتكيف انا علاه تحبس فيا علاه تحبس فيا لا فتحها ولا واش كانت شايفه انا كنت داير في فمي حبه باتيسري 20 سنه خدمه يا محمد سيدي 20 سنه خدمه جامي صرات لي هكذا ولا كيف الحمار حماري وانا راكب اللور بابا بالطاكسي وش الحمار واش كنت سمعت واش كنت سمعت تيبان مالت لا تيبان تاعك وخلينا ما خليك ما تدخلش روحك في صوره تاع اني باباك انا احترم روحك تلقش روحك بابا مشتريه تاع بكري كانوا لا كلاس كش لي هضر لك على الدخان لي هضر لك على كانوا يركبوا بالطرافه السلام عليكم ويقعد وذيك اللبسه الله الله والروايح كنت غير ندير قارو في فمي يكون عندك بالزلاميت وانا ثاني كنت نتهلا فيهم انا كنت كل واحد نحطه عند باب داره واللي ما يحملوش الدخان اش كانوا يديروا بكري اللي ما يحملوش الدخان بكري كانوا ما يهضروش وليدي فهمت كانوا ما يسمعوش لو بان مش تاع بكري كانت ظريفه كانت تقادر تحترم انا كنت نتكيف عباقه داخل الطاكسي تقول راح طيح حتى واحد ما ينطقش اش كان يقول كاش كلمه ولا كاش انا كنت نسمعهم يسعلوا عينيهم بالدموع من الدخان واحد فيهم كلمه ما ينطقش حتى وين انا يعني نحل الطاقه باش ندخل لهم شويه هواء بس تاع بكري كانت قادر وليدي تحترم كانت مثقفة دواقة ماشي كيما دوك يا سارة بنتي الله غالب دوك لو كان يسيبو ينحو لك القرم وفمك ينحو لك ها شوف يا سيدي غير الخبر المسود العنف حتى في الرياضة يا محمد سيدي شو صرا بابا؟ يا بنتي هادو زوج فرق لعبوا ماتش تاع فوتبال مالا كاين فريق ربح وفريق خسر اللي خسر كي خرجوا برا بداو يكسروا واش نقول لك يا بنتي دقدقوا كاع الحوانت وزادوا الكراس طونوبيلات ووصلوا حتى للتواقي تاع الديار الناس وكسروهم هايا شوفي وين وصل البالون لو كان عطاهم بالون بالك ما يضربوش صح ايه صح المشكل ما راوش في البالون المشكل راهو في العقل بابا بصح احنا تعلمنا في المدرسه باللي العقل السليم في الجسم السليم بصح تقدر تفهمني بنتي واش معناتها العقل السليم في الجسم السليم معناتها باللي لازم الرياضي يرقد بكري باش ينوض بكري يدير الرياضه ولازم له ياكل مليح
باش الصحة تاعو تكون قوية، يعني تولي عنده بدن مليح، ولازم له يكون مربي، ولازم له يكون مثقف، ولازم له يكون يحترم والديه يعني بابا وماما، ولازم له يحترم صحابه، ولازم له كي يخسر ما يروحش يكسر. أنيساتي قالت لنا باللي الرياضي لازم يتنفس هو نقي وما يتكيفش. دي وقال الشيخة تاعها اون سنتر. شو تقول بابا؟ قلت لك بنتي باللي أنيساتك عندها الحق. صح، واحد كي يكون جوار ماشي لازم له يتكيف. وعلاش انت تتكيف؟ انا انا يا بنتي ماني جوار، انا تاكسيور. تاكسيور؟ تاكسيور يتكيف يا بنتي، على خطر المشتري يهبلوا، واحد يخبط لك الباب، واحد نوصلوا حتى لدارو ويقول لي ما عنديش ما رفتش معايا ومن بعد نخلص، تسمى يهبلوا، فهمتي بنتي؟ على هذيك لي بابا يتكيف. ساره يا اخي نحيتي الحوايج كامل، شنو دايره حالها؟ بابا واش هاد الريحه حبيت تخنقنا؟ ها؟ اللي ما يحملش ريحه الدخان يروح يقعد في الكوزينه. انا ذا الريحه نحب كي تكون هكذا دايره بيا، تحلالي انا تحلالي. انا الريحه تاع الدخان نحبها نموت عليها. حتى الحوايج، شكون هذه اللي تحبها تموت عليها؟ بابا الحق لا ليميت. كتب لو كان ماشي هذا. حتى وحده فيكم ما تكزيستي. واش تقصد؟ نقصد. نقصد باللي نهار اللي فكرت باش نتزوج بيك درت قار. وهذا نورمال مو كان جيتي فحله كل صباح تبوسيه من راسه منا من الفيل. هذاك ما بقالي ملاؤت كيف برا ما تمرضناش معك تعيش. الو المشتريه ما نجيبش كيف الطاكسي وكي نروح في داري ما نجمش نتكيف في داري صافي دير اناكم حابين تخرجوني هنايا انا نتكيف وين هوالي نتكيف في الدار اليوم وغدوة وما كان حتى واحد يسلي شوف نقول لك حاجة غير نتكيف 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 وكش واحدة فيكم تزيد تهضر معايا راني والله ما نقعد في هذا الدار ونروح لكاش قهوة نقعد فيها ثم نسكن ونتكيف نتكيف نتكيف حتى نكلاطي ولا انا مانيش فاهمه كيفاش ندير معاه هو يشجع روحو يدبر راسو ما بالكم يحبس الدخان الدار يقلبها عليا مره حبس نهار واحد حسيت روحي عايشه مع راجل ما نعرفوش رحت شريت له انا الدخان بيدي فوالا حنا اللي ماناش نعاونو فيه تروحي تشري له الدخان بيدك الوغ كو زعما انت راكي بسيكولوج واش اسمعي دوك هادي سالت على واحد نورمال السيد راه مريض ما تفهموش لو كان نخبوا له الدخان ما يزيدش يشعل لازم كاع كيما رانا نخمو في حل باش بابا ما يزيدش كامل يدور الدخان واش اجتماع الامم المتحده كاش قرارات ما كان والو انا خمو كيفاش نديرو باش بابا يحبس الدخان فهمت انا علاه تحبسوا له الدخان ويقصر معانا يضحك معانا يبلاقي او انت انا تحبسوا له الدخان مش فيتوش في رمضان ايه هبلتو انتوما خمو شوي على المستقبل البلاد برك رشقي باسكو انت ما سمعتوش كيفاش كان يسال اي سمعته كي جيت هابط قول عنده تيشات مو في صدره تاخذوا راي نخلعوه نديروا له محارق داخل قوارا نعطيه له شعل جاكم هو يقبل الدخان احنا نضحكوا شويه هي كاين حل واحد باش بابانا يحبس دخان ابار هذا الحل ما كان حتى حل وش هو الحل سي ارستو؟ رقدوه ماشي محال بابا يكون رقدوه ينوم روحو يتكيف انا وضوه ولو كان نديرو في كامل الدار ممنوع التدخين وسام بابانا ابار قانون المرور ما يعرف حتى قانون وسام جيبي لي صندري يا عيني هذه محبه ولا خليني ماما لقيتها واش تاني نشوكيوه نطفو الضو نجيبو له خوها حشمشة هكا تهضر على مانك نشوكيوه راني معاكم تحنى لي على بالك فاش ندير
الخير بابا. مساء الخير سارة بنتي. سافا. سافا أنا مع الجورنال. وراني مع قهوة وقرو خير من السلطان في داره. على بالك علاش خير من السلطان؟ على باليش. على خاطر السلطان يا بابا. إيه. ماشي لازم يدير قرو باش يولي خير منك. أوي. هو يعرف صلاحه. وهاد السلطان ماشي عايش وحده. ما من عايش؟ عايش مع الملكة، يماها، زوج أميرات. وزوج أمارة. وبيتشو. والسلطان هذا نعرفه أنايا. بالك. أنا نروح نعاون ماما. إيش ما نجيب لك با؟ إيه جيبي لي رود سكور باسكو بقى لي كارو وخلص لي الدخان. راكي روعة اليوم. اليوم راكي بزاف. عبك ما تبانيش يما، عبك برا كي نخرجوا برا، ما تبانيش يما، تباني اختي. يقولوها لي الناس. شحال؟ 20,000. 20,000. واش دير بها؟ عندي عفار. عفار ب 20,000. هاك. هاك روح وسعني، روح. بصح واش درتي لنا ماكلة؟ بويون. واش درتي لنا ماكلة؟ بويون. واش 20,000 واحدة أخرى يا طير عليا طير طير إيو 20,000 واش دير بها؟ بويون. أنا واش ندير لك؟ قلت لك بويون، قولي واش ندير لك؟ يا لطيف يا لطيف سارة واش هذا يا محمد؟ مازال ما جاتش لابوس. مامي صافا وهذا اللي راه يعيط ما عجبوش الحال على البويون ثاني. لا ها البلون راهو ماشي هالشعره. اسمعي كيما تفهمنا محمد سيدي يا لطيف بابا وش بيك؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف قرايه وعر راكم تقراوها. هما هنا هادو عبك مصبحين نحوس عليهم. هما هنا هما هنا يا لطيف شنو هادو؟ هادو؟ هم كاع مديفورمين كاع. هادو كامل اللي راك تشوف فيهم يا بابا ماتوا. الله يرحمه. الله يرحمه ويرسى عليهم. راك تشوف هادي با. هادي ريا تاع واحد مريض بالكونسير. سرطان. يا لطيف. مسكين كان يتكيف باكي دخان في النهار. باكي برك. باكي برك. وهذا واش به؟ هذا؟ غير نجوتو. حكماتو لهم في زام. واش ندي تاع الحزام هذه ولا واش؟ لونفيزام هي الرية تاع البنادم تكبر وتولي ما تخرجش الهواء كامل اللي فيها. هذاك الهواء اللي يقعد لداخل هذاك الهواء اللي يقعد لداخل يولي ما. اي سا دون سا. يا لطيف. تسمى الدخان هو اللي يدير كاع هذه المصيبة هذه. الناس راهم غالطين. الدخان مسكين خاطيه. أنا هذه على بالي بهذه بنتي. أنا نشهد عليها الدخان خاطئ. القدرون اللي في الدخان هو اللي يدير المحاين هادو كامل. هذا كاين القدرون في الدخان. يا شوف شحال عندك أنت تكيف؟ شي بزاف. واحد 35 كو هكذاك. برك. لي بومون تاعك يكونوا تعمروا بالقدرون. ثم يكون عندي أوتوروت أنا دوكا في صدري. شوف هذا مسكين بابا شوف. بيان هذا بون مين. الله حط هذا. صحيح. صح. ايه ماكش تشوفي وتشوف. اه يا بابا. هذا كان. على خاطر دركا توفى الله يرحمه. الله يرحمه هذا مات. انفاكتوس. ايماجين تايا كان يمشي في الطريق لاباس عليه حجرة بوشات له العرق تاع قلبه. حبس مات سيغ بلاس. والحجرة هذه واش طلعها حتى لقلبه سارة. يا بابا يا اخي قلنا باللي القودرون. اللي يخدموا به الطريق هو اللي يخدموا به الدخان. ما يبيعوش الدخان بلا كودرون. على بالك في العام شحال اللي يموت من واحد على جال الدخان؟ لا لا على بالك 4 ملايين. لو كان طلع انت حسابك تلقى باللي كل 8 ثواني يموت عبد. الله يرحمه. الله يرحمهم ويغفر لهم. امين. لو كان بنادم ينقص كما نقولوا قولوا لي تكيف باكي يتكيف نص باكي. اه كيف كيف بابا هاد البنادم يعني لا حب يسوفي روحه يدير الكوراج ويحبسو ضربه واحده
ولي ما عندوش كوراج باسكو كاين بنية ما عندهمش كوراج على بالك والله. ويغفر له ان شاء الله يا ربي. امين. اسمح لي. الو جمعي نوض وش كاين؟ شكون انت؟ راهي عجبتك روحك؟ هلا وش بيا؟ راه اللي يجي كركرك من وذنك كي بوقو. وش يخصك باش تفرض رايك؟ وليش راك حاب تحبس الدخان؟ ولا نسيت العشرة؟ نسيت شحال كان يونسك القارو؟ شكون اللي كان يوقف معاك في الليالي المظلمة؟ هو شكون اللي كان يوقف معاك في الطرقان؟ هو شكون اللي كان ما يخليكش ترقد على الفولو؟ هو كلمة باباك الله يرحمه. الله يرحمه. شكون اللي صبرك من غير الدخان؟ هو يكثر خير ويتأمن دعايات. وراولك شوية تصاور تاع الأورديناتور أمنت. قولك حاجة يا الجمعي، العظماء الكبار تاع التاريخ كامل يتكيفوا. شيرشيل عرفتو؟ تشي كيفارا عرفتو؟ زيد لك شوف هذا لو جاي مارادونا دير على بنتك قرات غير شويه جايه تفلسف عليك هي تشكه ما تعرفش ديرها تضلك على الحجر بصح الحجر على بالك يبوشي العرق تاع القلب والقهوه واش بها القهوه تسمى تشرب قهوه بلا كارو جمعي وليت تا اكسترا تيراستر ولا واش وفي رمضان مرضيك الشربة وش تدير؟ تغسل ماء تفرط في هذيك النشوة اللي تجيك مور الشريبة نتاع رمضان أسمع الجمعي التا والدخان تقدروش تتفرقوا عشرة عمر يا محينك وش بيك ما تخليهمش يديروها بيناتكم انا البليس طه على بالك لو كان نرجع ليه يضرني حسيت صدري راح ينشق غير عشان تنهضر شي نورمال ما تعرفش تكيف الجبل تدخل لك تكيفه يدعل البقر وما يتكيفوش اسم لك طبارة فيني اسم لك دخان شباب عرف واش تخير صدرك يا جمعي صح دير كلمة الصحة بعد نوري لك واش تكيف عندك سلامات قتلني ان شاء الله دير ها كيفاش انت انا حوس عدوى
مسخر بيا تحوز هالدواء بالبريكي هادو. مش توش اشرب دواك راح ترقد راح ترقد. عائلة جمعي، راني اليوم لميتكم على كل حال باش نصارحكم قضية كانت في بالي واليوم درت عليها قرار باش نقولها لكم باللي راح نحبسه. شكون؟ 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 دخان. ولازم تديروا في بالكم باللي بنهار اليوم ما نعرفه ما يعرفني. وراكم رايحين تحضروا لآخر جبدة. تغلبوا بابا نعاونوك. هكذا بابا اللي نحبه. استا ربك شامبيون. بانك تولي تتنرف علينا في كل دوره ودير في العفايس. على بالك الجمعي، انا قلت بيني وبين روحي نهار الجمعي حبس الدخان ندير ان شاء الله وعده ونطيب كبش مشوي ورا الدخان. والله ما كان والو. شوفي ماك تتضر نورمال. طعام بابا طعام معليش. طعام بس طعام ناكلو طعام تبي طعام بلا لا سيب. سبحان الله ما تبهتلوش على البرك. تأمنيني بلي عم بالي سماعي. بصح درتو تليفاس وقلت لك علاه باسكو البارح ما كرازيتوش مليح. ما حسيتش بلي بطلت البارح. على اليوم هذا ولداني كنت استناتك جستمو باش نوري لك بلي ها. وها. وها. شاهدي. خلاص. وقولي لهم بلي خلاص. قولي لهم باباكم حبس. Thank you.